حياكم الله، أهلا بكم مشاهدينا الكرام من الرافدين في حلقة جديدة من برنامج صدى الأقلام، نصد فيها أبرز ما كتب في الصحف العربية والدولية بعد أهم العناوين. نبدأ من العربي الجديد. الخارجية الأمريكية: سنبقى في العراق عسكريا ودبلوماسيا وماليا. نطالع في الزمان: النرويج تنتظر الوثائق اللازمة لإعادة قطع أثرية إلى العراق. نطالع في الشرق الأوسط: اللجنة السباعية الشيعية تضع مواصفات رئيس وزراء العراق المقبل. في القدس العربي: اتفاق درعا ينهار من جديد، والأهالي يطالبون بترحيلهم جماعيا إلى الأردن أو تركيا. وفي عنوان العرب اللندنية: اشتباكات مسلحة في العاصمة الليبية تقوض جهود إحلال السلام. وفي عنوان اندبندنت عربية: طالبان تعلن السيطرة على إقليم بنشير وتستعد لإعلان حكومتها. وفي الخليج الإماراتي: أوروبا تعتزم التحاور مع طالبان، وواشنطن لن نفرج عن الأصول الأفغانية. تناول صحيفة الميثاق الوطني زيف الديمقراطية التي جلبها الاحتلال للعراق وسبل كشف هذه الأكاذيب التي أوصلت العراق إلى الهاوية التي يتخبط بها وتهجير الملايين من مدنها لأهداف طائفية. وسلطت الصحيفة في افتتاحياتها الضوء على استيطان الغرباء على حساب سكان العراق الأصليين تنفيذا لمشروع إيراني طائفي والمدن المنزوعة السكان، داعية إلى مواجهة هذا المشروع الإيراني الذي يستهدف العراق وهويته العربية. أن تكون ديمقراطيا في زمن الاحتلال يعني أن لا تكون كذلك، فحيث يكون الاحتلال لا تكون هناك ديمقراطية. فكيف يمكن لمدعي هذا المفهوم السياسي أن يقبل بالاحتلال الذي لا يصادر الآراء فقط وإنما الحقوق وأساسيات الحياة الكريمة، وقبل ذلك ينزع عن البلاد لبوس السيادة ويحرمها من نعمة الاستقلال والحرية؟ وهكذا طلع علينا القرن 21 باحتلالين جديدين لأفغانستان ومن ثم العراق، الذين زرع فيهما الديمقراطيون كل أنواع الخراب والفساد والإرهاب والقتل والسرقة والنهب، وأحالوا مدنهما إلى مدن منزوعة السكان من أهلها ويقطنها أجانب يستوطنون لها وينعمون بها ويقربون من يريدون ويبعدون من يريدون من أبناء البلاد الذين حولوهم إلى ملايين نازحة داخل بلادها أو مهاجرة إلى بلاد غيرها. وإن كانت أفغانستان قد تحررت من هذا الاحتلال بعد 20 سنة، فإن العراق ما زال قابعا تحت دعاوى الديمقراطية المفترى، وتدور عليه عجلة الزمن من خدعة انتخابات إلى غيرها، وتمر السنون وأهله يعانون ولا يجدون من يأخذ بأيديهم في ظل المؤتمرات الشكلية التي تعتني بكل شيء إلا العراقيين، وتناقش أوضاع ما يدور حولهم وتنساهم، وتجتمع في عاصمتهم وعينها على العلاقات والمصالحات والتحالفات بعيدا عن الحلول الحقيقية والمبادرات الناجعة. وترى صحيفة أن هذه المؤتمرات تسهم في التمهيد لجولة أخرى من جولات الكذب الديمقراطي التي يوعد بها العراقيون فيما تسمى الانتخابات المبكرة، والتي التأم عقد بعض قادة الدول قبل أيام من أجل التمهيد لها ودعم النظام السياسي القائم وضمان إكمال ما تبقى من مشروعات ديمقراطيته من فساد مستشر ومصالح حزبية ضيقة ومحاصصة ونزع البلاد من أبنائها وتوطين الطارئين عليها والتمكين للمنتفعين والسارقين. علي الصراف تساءل في صحيفة العرب اللندنية: لماذا لا تستولي ميليشيات الحشد على السلطة في العراق بدلا من المناكفات مع رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي وإهانة سلطته وانتهاك سيادة الدولة والإضرار بمؤسساتها، وبدلا من أعمال النهب الجزئية التي تجعلها في نظر الدولة عصابات سرقة؟
تستطيع الميليشيات أن تستولي على الدولة كلها وتقيم نظاماً لا ينافسها فيه أحد، فتنهب ما شاء لها الهوى من دون أن يتهمها أحد بارتكاب جرائم. كل هذا يمكن أن يتغير بين ليلة وضحاها، فلا يعودون مضطرين إلى مراعاة أحد غير وليهم الفقيه. فلماذا الحاجة إلى ممارسة الخبائث من وراء الظهر بينما يمكن تحويلها إلى سياسة معلنة؟ ولماذا التعرض للاتهامات بأعمال إرهاب بينما يمكن النظر إليها كأعمال خيرية؟ لعلهم يحاولون تكرار وضعية حزب الله في لبنان الذي يقيم دولة موازية ويكتفي بها. ميليشيات الحشد الشعبي في العراق تستمطي الجميع أصلاً، بمعنى أن العراقيين عندما يصحون في صباح اليوم التالي للانقلاب لن يلاحظوا أي تغيير، بل سيظهر بينهم من يعتقد أن الحال سيكون أفضل إذا ما انتهت ازدواجية السلطة التي جعلتهم في دوامة مستمرة. لا أحد فيها يعرف من قتل من، ومن سرق ماذا، ومن وقع عقوداً مزيفة مع من. كل الأشياء تحت سلطة الحشد الشعبي سوف تكون مرتبة ترتيباً حسناً، أشياء كثيرة يمكن أن تتحقق من بعد ذلك. كل ما يحلم به الولي الفقيه سوف يصبح سهلاً، فلا يعود يعاني من أي ضائقة، وبوجود الحشد الشعبي في السلطة فإنه يستطيع أن يجعل كل دول المنطقة تخضع لتهديداته، ولا تعود تحلم بأن يكون لها موطئ قدم في العراق. أضاف الكاتب أن الروابط التي تسعى هذه الدول إلى إقامتها مع العراق لأجل كسبه يمكن أن تتبدد في 5 دقائق. إذا خسرت استثماراتها هذه الدول فلا عتب إلا عليها، لأنها لم تدرك أن العراق بلد خاضع لسلطة الولي الفقيه، وأنها إذا أرادت أن يكون لها مكان في العراق فإنها يجب أن تتفاوض معه لا مع مصطفى الكاظمي، بحسب الكاتب. لو افترضنا أن وزير الخارجية الإيراني السابق جواد ظريف كان يمثل بلاده في قمة بغداد، هل كان سيقوم بالخطوة التي قام بها خلف حسين أمير عبد اللهيان؟ على الأرجح الجواب الأكثر منطقية سيكون لا، وهذا بحسب ما ذكره الكاتب مصطفى فحص، الذي أضاف أن في صحيفة الشرق الأوسط أن هذا الافتراض في الجواب ليس لأن ظريف أكثر دبلوماسية ودراية باللياقات الدبلوماسية، وليس لأنه كان معتدلا وخلفيته متشددة، ولكن أن ما فعله عبد اللهيان هو رسالة فاصلة ليس بين مسلكين فحسب، وإنما بين زمنين أيضا. اختصر عبد اللهيان الوقت على جميع الذين سيتابعونه من أجل اكتشاف طبيعته وطبائعه، حيث بدت ملامح السياسة الحكومية الجديدة المرسومة على وجه وزير خارجيتها لا تحتاج إلى وقت لفهمها، وطبيعة مؤسسات النظام ستتطابق كلياً مع طبائعه. فعملياً قفزة عبد اللهيان من الصف الثاني إلى الأول في أثناء التقاط الصورة التذكارية لقمة بغداد الأخيرة ليست سوى إشعار إيراني بأن هذه الحكومة لن تتردد في القفز فوق كل الأعراف الدبلوماسية والعلاقات الإقليمية والدولية وكل ما تتطلبه علاقة حسن الجوار، وهي تثبيت للهيمنة على 4 عواصم عربية والتشدد في الملفات كافة، وأن ما سوف يطرح في أي مفاوضات مستقبلية مع المجتمع الدولي لا يمكن أن يتخطى الملف النووي، وأنه لا مجال للبحث في النفوذ أو الصواريخ الباليستية. خطوته إلى الصفوف الأولى هي تثبيت لجغرافيا التوسع الإيرانية، وأن طهران هي من تحدد أين تقف وأين ستكون، وهذا ليس بالضرورة من موقع القوة، ولكنه أيضا من منطلق عنجهية فارغة لا تستند إلا إلى خطاب واهم وأدوات تخريبية تقايض الأمن بالاستقرار. وهذا ما بدا واضحا منذ اليوم الأول لتنصيب رئيسي الذي ترافق مع ضربات من مسيرات إيرانية لأهداف بحرية في مياه الخليج العربي. أضاف الكاتب أن إيران القديمة الجديدة التي قررت بعد فرض انتخاب رئيس العودة إلى مرحلة البدء عام 1980
أي إلى الحكومة الثورية المنسجمة مع أهداف هذا النظام، ستذهب إلى خيارات أكثر تشددا، وستقطع الطريق على كل الذين راهنوا على أن الفرصة ممكنة الآن للتفاهم مع مؤسسات الحكم، إذ سيكتشفون أنه حتى لو تغير العالم فإن هذا النظام الحاكم في إيران لن يتغير. حذر صحيفة التايمز البريطانية من أن الاشتباكات في محافظة درعا السورية تثير معضلة حرب أبدية أخرى للرئيس الأمريكي جو بايدن. فقد ذكرت الصحيفة في تقرير لمراسلها لشؤون الشرق الأوسط ريتشارد سبنسر أن جبهة جديدة في سوريا في الحرب المستمرة في سوريا فتحت، والتي تختبر مرة أخرى استعداد رئيس بايدن للتدخل في الشرق الأوسط. يشير الكاتب إلى أنه في الأسابيع القليلة الماضية أعادت القوات الحكومية فرض الحصار على درعا ردا على هجمات المسلحين الذين سمح لهم بالبقاء في المدينة بأسلحتهم بموجب الاتفاق. ويربط الكاتب بين الأحداث في درعا وحدث قد لا يبدو على صلة بالأمر وقع في لبنان، فقد اقترحت دوروثي شيا السفيرة الأمريكية في بيروت حلا تقوده الولايات المتحدة لأزمة الوقود في لبنان. وقالت السفيرة إنه يمكن إلغاء بعض العقوبات على سوريا للسماح بتوصيل الغاز الطبيعي المصري إلى لبنان عبر خط أنابيب قائم عبر الأردن وجنوب سوريا. ويلفت الكاتب إلى أنه من شبه المؤكد أن الجزء السوري من خط الأنابيب سيمر بشكل ملحوظ عبر محافظة درعا في طريقه شمالا إلى حمص، ومن هناك إلى مدينة طرابلس شمالية سوريا. ويقول الكاتب إن ما وراء المخطط السفيرة الأمريكية هو منع إيران من أن تظهر بصورة المنقذ في لبنان، فيما يعد الإيرانيون بشحن الوقود إلى هناك عبر حليفهم حزب الله. وينقل الكاتب عن بسام بربندي الدبلوماسي السوري السابق الذي انشق عن الحكومة في دمشق قوله إن خط الأنابيب يمر عبر درعا، لذا فإن المزيد من السيطرة الإيرانية على المدينة تعني أن بإمكانهم قطع خط الأنابيب. وخلص الكاتب إلى أنه كما هو الحال مع العديد من مجالات السياسة الخارجية الأمريكية، ينتظر العالم قرارات من الرئيس الذي وعد بإنهاء الفوضى التي سادت سنوات ترامب، ولكنه باستثناء المفاوضات مع إيران بشأن الاتفاق النووي تمسك عملياً حتى الآن أي بايدن بشكل وثيق بنموذج سلفي ترامب. استفاق سكان العاصمة الليبية طرابلس صباح أمس الجمعة على أصوات إطلاق نار، مما عاد إلى ذاكرتهم أحداث حصار الجنرال خليفة حفتر المدينة واستهدافها في شهر أيار العام الماضي. صحيفة القدس العربي ترى أن الفارق كان أن إطلاق النار جاء هذه المرة من داخل العاصمة وبين جبهتين محسوبتين على الحكومة. والمفارقة أيضا أن الاشتباكات حصلت في وقت كان فيه رئيس الحكومة عبد الحميد البيبا يتحدث أمام منتدى إمبروزيتي في إيطاليا عن طموح ليبيا في خلق جيش موحد وقوة شرطة حقيقية. لما سألت بيبا جذر المسألة المتنازع عليها في ليبيا حين قال إنه بعد هذه السنوات من الاشتباكات حول شرعية السلطة يجب أن تتمكن ليبيا من السير نحو مرحلة تتسم بالاستقرار. تحليل تصريحات المسؤولين عن الاشتباكات توضح إشكالاً في ليبيا بين صلاحيات القرارين السياسي والعسكري. فقد أعطى آمر منطقة طرابلس العسكرية قراراً بالهجوم على معسكر خليفة التكبالي حيث مقر اللواء 444 بدعوى أن اللواء انحرف ولم يمتثل الأوامر العسكرية. ورد اللواء 444 عبر نعي أحد ضباطه القتلى في الاشتباك ذاكراً أنه قضى في أثناء التصدي لمشروع خارجي بأيد خبيثة مجرمة ضلت الطريق وحاولت العبث بأمن العاصمة. حاول المجلس الرئاسي باعتباره القائد الأعلى للجيش الليبي استعادة القرار العسكري الفالت بطلب الوقف الفوري للاشتباكات وباتخاذ الإجراءات الفورية حيال أمر القوات التي حدث بينها الاشتباك، وهو ما يعني ضمناً أن آمر منطقة طرابلس اتخذ قراره الجسيم من دون الرجوع إلى الجهة السياسية العسكرية الأعلى، وهو ما يسهم في تصديع مصداقية المجلس الرئاسي والحكومة الحالية ويمد في حياة الانشقاق العسكري الأكبر الذي يمثله حفتر، ويضع كل المشاريع الأممية والليبية
التي استغرقت سنوات حتى وصلت إلى هذه السكة التي تمشي عليها في خطر. وبحسب الصحيفة، تشير اللهجة الصارمة للقادة الأعلى للجيش الليبي إلى هذا الإحساس بالخطر الذي تمثله تلك الاشتباكات، والتي تهدد شرعية الحكومة الحالية، وتهدد أيضا المسار الانتخابي الذي تقوم الأطراف المحسوبة على حفتر بوضع المطبات في وجهه، وتستغله أيضا الجهات الخارجية للتلاعب السياسي بمصير ليبيا. نشرت مجلة فورين بوليسي الأمريكية مقالا للكاتب رضوان المصمودي، حذر فيه من قيام الرئيس التونسي قيس سعيد باقحام الجيش بالسياسة. وذكر الكاتب أنه لا زال هناك مجال لعكس مسار محاولة الانقلاب التي قام بها السعيد، ولكن من خلال التمسك بالتقاليد التونسية المتمثلة في إبعاد الجيش عن السياسة. الكاتب يقول إن القوات المسلحة التونسية هي الجيش الوحيد في العالم العربي الذي لم يشارك قط في الشؤون السياسية أو الاقتصادية المحلية. وعندما حصلت تونس على استقلالها عن فرنسا عام 1956، ذهب أول دستور لتونس إلى حد منع الجنود من التصويت، وهو بند لا يزال ساري المفعول. وثبت أن هذا القرار كان حكيماً خلال السنوات الستين اللاحقة، عندما اجتاحت موجة من الانقلابات العسكرية العالم العربي، وكانت تونس محصنة من العدوى وظل جمهورية يقودها المدنيون. ثم جاءت ثورة عام 2011، ثم الترحيب بأفراد الجيش على أنهم أبطال الشعب لأنهم رفضوا دعم ابن علي خلال أيامه الأخيرة. تم تحديد هذا الدور بوضوح في المادة 18 من الدستور الجديد لعام 2014، التي تنص على أن الجيش مطالب بالحياد التام ودعم السلطات المدنية وفقاً لأحكام القانون. لكن هذه المادة تم انتهاكها في 25 من تموز، عندما نفذ جنود برفقة دبابات عسكرية أمر قيس سعيد بإغلاق مكتب رئيس الوزراء هشام المشيشي وكل مجلس النواب، ومنع أعضائه المنتخبين من دخوله وإدارة شؤون الشعب. كانت هذه هي المرة الأولى في تاريخ تونس الحديث التي ينخرط فيها الجيش في الشؤون السياسية، وكان من الواضح أن ذلك كان غير دستوري. وأضاف الكاتب أن الديمقراطية في تونس في خطر شديد، ولكن من خلال استعادة خطواتها وإعادة اكتشاف دورها القيم بصفتها جهة فاعلة غير سياسية، يمكن للجيش التونسي أن يستمر في تقديم نموذج للسلام في منطقته وفي العالم بأسره. من أخبارنا المنوعة، ابتكرت الصين نموذجاً أولياً لمروحية صغيرة تقوم بأعمال الاستطلاع في رحلات مستقبلية لكوكب المريخ في أعقاب الهبوط التاريخي لمسبار آلي على سطح الكوكب الأحمر قبل بضعة أشهر. وتظهر صورة نشرها المركز الوطني الصيني لعلوم الفضاء على موقعه الرسمي أن النموذج يشبه في شكله المروحية الآلية إنجينيتي التي طورتها وكالة الفضاء الأمريكية ناسا لرحلة مركبتها الفضائية بريسبيرانس. وذكر المركز أن هذه المروحية ستكون أداة لمتابعة الاستكشافات الفضائية الصينية على كوكب المريخ. وأنزلت الصين مسباراً على المريخ في شهر أيار مايو الماضي في أولى بعثة لها على الكوكب، لتصبح ثانية الدول بعد الولايات المتحدة الأمريكية تقوم بذلك. قبل الختام، هذه وقفة قصيرة مع مجموعة مختارة من الرسوم الكاريكاتيرية.
بهذا مشاهدينا الكرام تنتهي جولتنا الصحفية لهذا اليوم، قدم بإذن تعالى صداق أقلام جديد من الرافدين، في رعاية الله.